في جزء من جزء الثانية كان الانفجار الكبير لتبدأ رحلة كون يحتوي على أكثر من 200 مليار مجرة. كون لم يكن في 6 أيام عمل ويوم سابع للراحة، بل هو في حال توسع مستمر منذ 13 مليار و600 مليون سنة أو أكثر. The splintered remains coalesced over millions of years in a process called accretion. هذه القصة العلمية لنشأة الكون والانفجار الكبير يرويها لنا المختص في علوم الفضاء محمد عباس داخل هذه القبة التي وضعها على مسرح بابل، وهي تسمح بعرض بانورامي يحاكي مشاهد تصور نشأة الكون ورحلات فضائية عبر نظامنا الشمسي ومجرة درب التبانة ومستعمرات مستقبلية على القمر. هذا عرض بيهدف لتوعية العالم بلبنان عن علم الفضاء. مثل ما بنعرف كلنا، يعني كل هالنجوم، ثلاث ارباع النجوم والكونستليشنز بالسماء هن العرب كانوا مسمينها، وهذا شيء ما بقى العرب ابدا منتج فيه. صارت أمريكا وأوروبا هي اللي دير العالم بهذا بعلم الفضاء. فنحن حبينا نرجع نعمل توعية بقصة علوم الفضاء بلبنان، وهذا الشيء اللي شايفينه هو أول مرة بنعمل بلبنان، عبارة عن دوم مثل خيمة مثل طابة فوت عليها العالم وبيحضروا بقلبها، بيصير في بروجكشن 360 درجة حواليهم، شيء خاصه بعلم الفضاء. في عنا عروض بتاخدك على النجوم، عروض بتاخدك على البلاك هولز، في عروض بتاخدك بترجعك على البيج بانج، وتصير انت تحس حالك بقلب هالنجوم. وهو اول شيء اللي اخترعوه هن كانوا اخترعوه لرواد الفضاء ليمرنون، لانه بتحس انه ما في جاذبيه بهذا العرض. وعم نحاول ندعي هالعالم كلها تجي وتشوف تعمل رحله على الفضاء بهذا الدوم. الانفجار الكوني هو اللي بيقول عنه الساينس انه هيك بلش الكون من 13.6 مليار سنه. صار في هذا الانفجار ومنه صار في اتومز وصار في البروتونز والالكترونز ومنه تخلقت الحياه. بالساينس بيقولوا انه قبل ال 13.6 مليار سنه ما كان في شيء، لا كان في زمن ولا كان في وقت ولا كان في سبيس، ما كنا موجودين، ما كان في شيء. مع الانفجار الكبير ولد الزمان والمكان والضوء لتبدأ قصص غير متناهية عن مئات مليارات النجوم في مجرة درب التبانة وحدها. ومع ذلك ثمت على هذا الكوكب المتناهي الصغر قياسا إلى حجم الكون من يناقش إلى يومنا هذا بدورانه. فما أحوجنا إلى عروض مماثلة.